السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيز في الوين رافع معكم ديرو تور. دونك اليوم نديرو فيديو ان شاء الله باش نريبوندي للمراد هنا اللي دار فيديو على سعيد سعدي. زعما يريبوندي لسعيد سعدي حدايا ويسيي زعما شغل لي بلونشي روحو شو حنا خاطينا ماناش اسلاميست ماناش كدا منا خاطينا كاع لا قطر لا سعودية لا امريكان. ويقولوا هادو منظمة رشاد راهم يهضروا راهم يقولوا بلي زعما شغل جا المينيست دا ديفونس تاع الماريكا للجزائر باش يبعث جيش تاعنا يحارب في اليمن مع السعودية ومع الإمارات. شغل هما كونتر السعودية والإمارات في اليمن هما شغل كونتر عليها. دوك نتبت لكم لو كونترير ونتبت لكم اسكو هاد المنظمة منظمة إسلاموية تدعم الإرهاب ولا لا لا. هكذايا جديد خلينا مؤتمر الأمة والدقي وكذا خلينا جبدو جديد باش تعرفوا برك هكذايا. بون هو سي سي ما ريبونديش حتى كل سما واش كان يهضر ويقول لك اللي عنده حاجة يجيبها لنا. أنا دوك نجيب لك ونشوفوا لك كان ريبوندي لي زانترنوت ديالك تبعو مليح. فرانكوفونية غالب الوقت مش فقط فرانكوفونية حتى فيه من المعرضين أرى عندما يتكلموا على حركة رشاد لو موفمون إسلاميست رشاد. طبعا احنا تكلمنا على قضية اسلاميست وردنا عليها وحنا قلنا بلي كجزائريين وكاشخاص نعتبر نفوسنا مسلمين مسلمون لا نحتاج هذا الكاليفيكاتيف اسلاميست. وعندما ترجعوا الى كل نصوص حركة رشاد لا نستعمل هذا المصطلح لانه مصطلح جاي مستورد في اطار اخر في اطار حيثية تاريخية وفي اطار حرب ايديولوجية وسياسية لها مدلولاتها. وهذا مش معنى احنا نتنكروا تراثنا الاسلامي ولا افتخارنا بانتمائنا للدين الاسلامي. العكس بالعكس انا مسلم وافتخر ان رب العالمين قال هو سماكم المسلمين فما عنديش مشكلة هذا. لكن في نفس الوقت علاش هذه المبالغة ولا هذه المزايدة؟ وما قصده مش هو باش يخوفوا فئة من الناس. لأن يعني كلمة إسلاميست هي طبعا باراديكوشي كما يقولوا أنتيكريست تيرورست تا 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 ويقولوها يعني كثير من بعض الصحفيين هادو كاين اللي يقول إسلاميست أنتيكريست مع باش رشاد وتيرورست بينما لا يناقشون الأفكار. وحتى شفت أنه قبل يومين أظن جريدة الوطن كانت عملت استجواب مع أخ يحيى مخيوبة من حركة رشاد وما حبوش ينشروه ومن بعد نشروه باحتشام أنا ما نفهمش علاش هذا الممارسات. علاش هذه الممارسات؟ رشاد تشتغل في الشفافية تشتغل بوضوح في الطرح والأفكار. الآخرين عندهم مشكل من حقهم ممكن ما يتفقوش مع رشاد لا هما عندهم ما أخذ على رشاد ما فيش إشكال هذا. لكن على الأقل كما نقول نرفع المستوى وعندما ننتقد ولا نناقش ولا نطرح إشكالات نطرحها بمستوى راقي. وهنا نرجع لكلام سعيد سعدي لاحظ تقريبا ثلاث جوانب في كلامه واللي عنده علاقة ما تكلمش على كل الاستجواب تاعه كان أمور تخصه هو اللي سميناها جوانب مختلفة. يرد على اتهامات جابوها البعض عليه انه مش عارف انا حتى البعض اللي كانوا معاه في الحزب نتاعه وانا اذكر في ردود مثلا البعض جابوا له مقاطع تاع عيد حموده ولا مقرانه عربي اللي كانوا مؤسسين معاه في الار سي دي ويتهمونه باشياء. انا لست قاضيا لكن مليح يرد برد مقنع لان جابوا اشياء كما يقول حتى بالمنطق القانوني سي دي في بريسي افيك دي شيفر دي دات دي مليح باش ان شاء الله ما تحش في الصنف اللي كنت نحكي عليه. لان اي واحد انا لو كان واحد يقول لي مشى مع التوفيق وعطاله التوفيق ويظهر باللي صح وعنده فيلا وكراها ب 12000 اورو ولا مدريد كما كان يحول الجماعه ويصدق هذا الشيء سأكون في حرج أن أناقش أمور سياسية وفكرية مع هذا الصنف من الناس صراحة. لأن فيه مشكل فيه مشكل وانتم نفس الشيء إذا شفتوا هذا الأمر عندنا في رشاد ولا من حقكم تطرحوها. ولكن كما أقول إحنا منذ ثلاث عقود وهم يحاولوا
كذا كذا كذا. الحمد لله الحمد لله، كما يقول امورنا واضحه صافيه. اللي ما يتفقش معنا في الفكر من حقه، لكن واحد اللي يكون مالونات يا مراد هنا مالونات، استطير تقول باللي جابوا على سعيد سعدي دي شيفر وكذا في لا جوستيس سي بريسي، قول لك يا با بروبليم. بصح انت علاش بوش شي نهار جبد لكم حمد بن سعاده بلي بروف بلي شيفر وبلي بروف نتسب فيه وتتسبوا فيه؟ علاش ما قلتش البوشاشي انا ما نقدرش نقعد معاك ونتحدث معاك على جال باسكو عندك هذه زافير افيك دي بروف بريسيز، تسمى دي نوب دراهم دي شيف من لا ناد لا ناسيون لا نوندومنت اوف ديموكراسي فور ديموكراسي وكذا، دونك حنا ما نقدروش نقعدوا معاك. نو ولا هو ري عندي هذوك، لا لا هذوك ما لي بروف هاو رميتوهم. تسمى تشوف فوا تشي مالونيت، تقول حاجه ودير حاجه. يا ايها الذين امنوا لما لا تفعلون ما تقولون. شفت كيفاش؟ تسمى انت ماشي مسلم، ما تقولش انا مسلم، ما تقولش انا شي مسلمون سماكم الله المسلمين. نعم المسلم ما يكذبش هكذا، ما يكونش مالونيت. الى ردت بالايه كوريجيوها. سمعت؟ دونك حمد بن سعاده جاب لكم كتاب عطاكم كاع واش كاين، بصح ضربتوه سبيتوه درتو كلش، كي نتوما كي صحابكم لي جورناليست فرونسي ولا الجيريا ما حملتوهاش هذيك. وسعيد سعيد لما تقولوا له كان انت عندك زافير كيما هادو مع توفيق وعندك فيلا وقت اسمع قصر معاك نقاش معاك ديات وقت، واحد نتوما نزهاء نتوما نزهاء يعني ما سرقتو ما درتو والو. اي ماشي مشكل، انا عمري ما قلت لكم سرقتو، بصح سرقتو الارواح يا سي مراد على سي بلي غراف. انت تو ليجيتيمي لي كريم تاع لي جورناليست في الجزائر، قلت كي زون فون لور مارتي زون سوازي ان تيران دو كونفرونتاسيون اي كي سيتي لو بري ا بي، هذاك هو البري كتبو نقتلوهم. استاذ انتوما سرقتوا ارواح، انت بالهضره ديالك هذيك سرقت ارواح زهقت ارواح، و تي لو شيف تاع لو فيدا ديك بلو طار نجيب لك الشهاده نتاع ليبي هذاك اللي شاد عليه ماساكر يهضر عليكم الفيدا واش كنتو ديرو. ديطاي خلوها بور لا بروشين فيديو هادي. دونك انا كاع نقول لك بلي الهضره معاكم والنقاش السياسي معاكم ضيعت وقت، ما عندكش الحق تقول انا نبروبوزي، ما تبروبوزي والو نتايا، ماشي باسكو ما سرقتش دراهم كو نو قتلت. انت تقول تاك تقول بلي اللي قتلوا هادوك لي جورناليست سي بيان في بور لور كال سيتي لو بري ا بيي. دونك شكون اللي كثر اللي سرق دراهم اللي عنده فيلا ولا اللي برا القتل تاع لي جورنال كي انكوراجي لي جون ا تيي لي انتيليكتويال الجيريان في التسعينات لي زانترنت هما اللي يحكموا شكون اللي بلي غراف اللي عنده فيلا وكورومبي ولا اللي انكوراجي الناس باش يقتلوا لي زانتيليكتويال الجيريان الجزائريين ستيلو بك يكتبوا واليوم جيت حامي على ضررني او الصحافه ولا عندك يعني فريمون تي ان مونست تي مونستريوز تادير ما عندهاش ماتيل تحير. هذه باش نجاوبك على اللي تقول نتايا ما نهضروش مع الناس اللي كورومبي باغ اكزومبل على كما تقول نتايا سعيد سعدي هكذايا ولي بروف جبنا لكم على جاب لكم حمد بن سعاده على هو اللي عندي صاحبك بوشاشي نو ما نهضروش عليها هذيك. ودراهم تاع باسم مدني منين جاوا تاع ولادو ملياردير في القطر تقدر تقول الجزائريين من جاب دراهم هذوك تيوا. دونك انت ما عندكش الحق تعيش في الجزائر كامل كاع لانك شاركت بلي زونكوراجمون تاعك في قتل لي زانتيليكتور الجيريان. شت نحيك تو تسويت انايا. دوكا فيما يخص تقول حنا ماشي اسلاميين والقطار يهضروا على القطار وهذا يقول لك عنده علاقات مع القطار وعنده كذا سيدي غينيور نشوفوا ما يقدرش يزايد علينا في الامور تاع النزاهه تاع المساواه معاه ولا مع غيره. نعم ما. احنا لنا مبادئ نعم. كلنا كل واحد على ماكلته يخدم بعرق جبينه منذ ان بدا هذا النضال الحمد لله، ولا شيء يمن علينا ولا نظام ولا سلطه عطات لنا ولا مليم. فنرجع لقضية سعيد سعدي تعرض بعض الاشياء من هذا النوع، وانا لست هنا لان لو كان الاشياء تكون فيما بعد الحق مضيعه وقت صحيحة ولا لو كان الأشياء تكون صحيحة
شريحة ولا ما يردش رد مقنع يجعل كل نقاش سياسي فيما بعد الحق مضيعة وقت. هذه ريبونديت لك. مضيعة وقت. وأنا أرجو أن من الأشياء اللي طايح عليها على رشاد أذكر قال ils ont des liens avec la Turquie, Qatar, ça c'est des ragots de bas étage. يعني كيما تركيا اللي طايح عليها على رشاد أذكر قال ils ont des liens avec la Turquie, Qatar, ça c'est des ragots de bas étage. يعني كيما يقولوا كلام تافه كلام تافه. وأنا نظن إذا كان سعيد سعدي في مستوى معين من اللياقة السياسية كي يذكر أشياء إما عنده أدلة أو كلام يتكلم عليه يتفضل يجيبه إن شاء الله. دوك نعطوك الأدلة. مانيش نحمي على سعيد سعدي، تعرفين من زمان عقابكم طيب، ماشي باسكو سعيد سعدي كنا نهضر معك هكذايا. نعطيك الأدلة، نعطيك الأدلة وباش سعيد سعدي كان يسمع الأدلة هذه باش يقدمها لكم، باسكو أنا ما تجاوبونيش يا با بروبلام. هو جاوبوه مالا دوك، هو نبعث له هذه الأدلة كامل إن شاء الله. ماشي سعيد سعدي دوك نبعث لك كاع الأدلة الوثائق سير فوتر باج فيسبوك هكذايا باش دير كيما يقولوا دير لابلي دواري تاعك معاهم باش نوقف معاهم اون فاس، تعرف واش طرح لهم الاسئله وقولوا ما ريبونديو عليها، باسكو راه ما يحبوش ريبونديو عليها، يخافوا كي هما كي المغاربيه جدي في قلت لهم ما يروحوا ما يحبوش. دونك شوف انت تقول بلي ما عندك حتى علاقه مع الاسلاميز مع قطر مع والو مع والو والو ما انت والو. اوكي شوف نوري لك نوري لك واحد العفصه دوك تشوفها. هذا يقولوا له اكتشف اتحاد الرشاد اليمني، هذا بارتي سلافيست في اليمن هكذايا اسمه اتحاد الرشاد اليمني. سي درول وي تقول عنده شغل لو ميم لون كيما تاعكم. هاوليك اتحاد الرشاد راكو تشوفو يا صغار، شتو هاد السيكل، السيكل تاعهم يشبه السيكل تاعكم باري روجي بلون، سي سي أو سي أن كاوايب، هاو السيكل تاع راسك، راكو تشوفو، سي أبو بري لو ميم سيكل، كيف كيف، الرشاد وهادو رشاد، شوف العبسة والله، تقول لي نتايا واش بالعلاقة عندنا حنا مع هاد الحزب اليمني هذاك حزب سلفي في اليمن، وحنايا منظمة حركة في في جنيف ولا في لندن ولا جزائرية حنا ستا كيما يقول لك سي شكون كوانسيدونس عندنا هاد لو سيكل، نو سي با اون كوانسيدونس، دوك نقول لك على سي با اون كوانسيدونس. شوف هاد الحزب هدايا حزب الرشاد اليمني، اوكي هاوليك شكون هو الأمين العام ديالو؟ الأمين العام ديالو هو عبد الوهاب الحميقاني، هكذا أمين عام حزب اتحاد الرشاد اليمني. هاوليك إيه تقول يوم بعد واش من علاقة عندنا حنا مع هذا الحميقاني؟ إيه أنا على ليستوار. شوف شكون هو الحميقاني، نوري لك دابور الحزب اليمني هذايا سلفي، يقول لك ويتضح ان جزء اساسي من القائمين على الحزب ينتمون لمدرسة دماج والتيار الجهادي، وهي المدارس السلفية التي انتشرت قبل 2011 وترفض العمل السياسي، الا ان القيادات السلفية وتحت وطأة السماح السلفي بالعمل السياسي في دول مثل مصر وتونس، إضافة إلى الضغط الشيباني السلفي الذي شارك في الثورة اليمنية، عملت على مراجعة مواقفها الرافضة للسياسة لتوافق على الدخول في المحل السياسي. ويقول لك وكذلك حضر عبد الوهاب بن محمد الحميقاني الأمين العام للحزب السلفي الذي يؤمن بفكر القاعدة اعتماد على أفكار التيار السلفي الجهادي والذي انتشر في اليمن جنبا إلى جنب مع مدرسة دماج وتحديدا في المنطقة الجغرافية التي نشأ بها في محافظة أب اليمنية، وهو التيار الذي رفض الديمقراطية بصورة مطلقة ودخل في مواجهة عسكرية مع الدولة، رفض الديمقراطية
اوكي. هذا الحميقاني شكون هو؟ هذا الحميقاني يا سيدي هنا دوك نوري لك شكون هو الحميقاني، نوري لهم اليوم تاع على بالك شكون تاع جيسي شكون تاع على بالك شكون. استنى تشوفوا راهي اي والله هم داروه على على قائمه الارهاب السعوديه وكذا بعد ما داروا عليه كما داروا عليهم كامل. الحميقاني عندما يوضع الحليب في قائمه الارهاب دوك تشوف شكون هو الحميقاني هذا. هذا الحميقاني هذا يقول لك أثار إدراج ثلاثة دول خليجية إضافة إلى مصر اسم الأمين العام لحزب الرشاد اليمني عبد الوهاب الحميقاني في قائمة 59 التي اتهمت أفراد ومؤسسات بدعم الإرهاب، استياء واستغراب في اليمن وسط تساؤلات عن تبني الرياض أجندة أبو ظبي في هذا الإطار. وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر أعلنت فجر الجمعة الماضي قائمة 59 شخصية و12 كيان يدعو بدعوى دعمهم للإرهاب وجاء إدراج السياسي اليمني البارز فيها مثير للتساؤلات. قال حاله كيفاش داروها؟ كان معاهم مع السعوديه عايش في الرياض. بعد الحميقاني ذو التوجه السلفي من اشد مناوئي ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح التي فجرت منزله في محافظه البيضاء وتقاتل قبيلته من ال حميقان في مديريه الزهراء البيضاء منذ عام 2014 ضد الانقلابيين وقدموا في سبيل ذلك مئات الشهداء والجرحى. ومن المفارقات الغربية التي الغريبة التي لفتت كثيرا من المراقبين أن الحميقاني هو اليمني الوحيد الذي ضمت قائمة 59، خاصة أنه يقيم هو وعائلته في الرياض. مليح ثم كونت السعودية يا أخي وتقولوا جيت أنا حارب مع السعودية والإمارات في اليمن، تبعوا مليح هاي الخوة. في الرياض منذ بدء عملية عاصفة الحزب لدعم الشرعية في اليمن عام 2015، تسمى هذا كان مع السعودية في لاكار تاع اليمن. يدعم عاصفة الحزب. وانتم اليوم تقولوا زيبوك صاحبكم وانتم كاع تقولوا باللي الجيش الجزائري راح يحارب في اليمن على الامريكان، وانتم ديجا اصحابكم راهم يحاربوا، قول العلاقة اللي عندهم معاهم، سمعوا العلاقة اللي عندهم معاهم. سبب الإدراج، ويعتقد مراقبون أن سبب إدراج الحميقاني هو في قائمة داعمي الإرهاب يعود بدرجة أساسية ليسونسيال علاش داروها بداية أساسية إلى إدارته منظمة الكرامة الحقوقية ومقرها جنيف بسويسرا. هذا سي لان دي فونداتور تاع الكرامة يا سي مرضينا الحميقاني، ومعروف باللي كان يساند القاعدة بالدرهم مع النعيمي لو فونداتور كان هو والربان والنعيمي وهذا الحميقاني واسمو كشعيطو تاع مؤتمر الأمة هذاك حاكم المطيري. هذا مون فونداتور تاع الكرامه في لاسويس تاعكم. تسمى نتايا وراك تخدم عليه خدام يخلصوك وراك تحكم الديسيزيون معاه. تقول لي انا خاطيني احنا حاكمين الكرامه انت وعباس عروه ومسلي وكركادي هكذايا وزيطوط هادو هما رشاد انتوما رشاد نو هذا هو هذه هي حركه رشاد. حركه رشاد راهي تخدم تحت ارهابيين. كيفاش تنجم تقول بلي ما عندنا حتى علاقه هادي سيدي غاغو؟ كيفاش سيدي غاغو هذا؟ هذا معروف باللي فونداتور تاع الكرامه ادارته منظمه الكرامه في سويسرا جنيف. هاكو يا خويا شوف القهوة بكم واليوم تقول نحن خاطيني هنايا عندكم لو ميم نو رشاد الرشاد وما حزب يمني وما حركه جزائريه من ضمن كاع المؤتمر الامه والكرامه. ما تقدرش تقول لي بلي انت ما تخدمش معاهم وما على بالك واش راهم يديروا، سي با نورمال. شت العلاقه اللي عندك مع هذايا؟ وهذا علاقه مع النعيمي صحيحه باش نوري لك. ويقول لك كما ان الحميقاني مثل الحكومه اليمنيه الشرعيه ضمن الوفد الرسمي المشارك في مفاوضات جنيف السابقه في مواجهه وفد الحوثيين وصالح. تما هذا كان مع عبد ربه منصور. شوف زيد نوري لك هذا البارتي تهضر عليه انت.
تقول انت الجيش الجزائر، اقول ادخل مع الامريكان دوما واش بيك؟ إذا امريكان هذا الديريكتور تاعكم تاع الكرامه، فونداتور تاع الكرامه تاعكم، تقول له لا ما فيش منها، نو تكذبوها بدايه. ماشي اسم العميس انتم، نو الله يخطيكم كاع. حزب الرشاد اليمني يهنئ بذكرى 58 لثوره 26 من سبتمبر. شوف يا وليدي، تهنئه بمناسبه اليوم الوطني 90 للمملكه العربيه السعوديه. هذا السيد تاعهم هاي ليك يهنيو السعوديه. يهنيو السعوديه نورمال، علاش تقولوا حنا كونتر السعوديه والامارات والكرامه؟ الديريكتور تاعكم بدا لي ديريكتور لي بون تاع الكرامه مع السعوديه. يتقدم اتحاد الرشاد اليمني باصدق التحيه واطيب التبركات الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد الله ال سعود وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد حفظهما الله والاسره المالكه والشعب السعودي الكريم بمناسبه اليوم الوطني 90. ايه بوراد يا اش دير بسيد مريم عمي البصال؟ مسخروا بالجزائريين، انا راني غامق صافي 10 سنين وانا غامق في هذه المشاكل هذو. نجبد لك فوادك. هكذا باش ما تقولوش اللي حقونا الدولة، اذا كنت تمشوا معاهم في الجزائر، اذا كنت تمشوا معاهم في الجزائر ويبعتكم يديروا الفوضى وكذا، بالك غدوة تجوا تشكو. غدوة الشعب الجزائري كاع على بالو. ها واش كنتوا تتبعوا انتوما. دونك هذه تحبوا ديروا رشاد، تحبوا ديروا السياسة مع اليمن ومع السعودية ومع كذا ومع مصر. هذاك شغلكم الله يسهل عليكم. بصح ما تجيش تقول لي ندير السياسة في الجزائر وانا نجيب الحرية والديمقراطية. فهمت؟ وانتم راكم غاطسين في واحد الموفمون صافي لونطون، منو انتم ماشي غاطسين فيه منو. شو نوري لكم يا خوة؟ شوف اسمعني مليح. شوف نوري لك. ايه. ضمن الحرب كدا. سياسية في الحومي قليل بقامة تنظيم نات أن الحومي قليل المعروف باعتداله وصله ورفض العنف والتطرف في محل إجماع اليمنيين. واستغرب الأحمد أدراج الحومي قاني الذي قال أنه قدم تصحيحات كبيرة في سبيل مواجهة الانقلابي الحوثي، كما يرابط أبنائه في جبهة البقعة الشمال محافظة صعدة على حدود السعودية. وتساءل كيف يمكن أن يبيت الحومي قاني ضيفا في الرياض لدى خادم الحرمين الشريفين ثم يصبح متهما بالإرهاب. داروا عليه خلاحهم ضروب، عبزوا قالهم اش بيكم انتوما؟ راه دراهم والارهاب داروا عليهم كامل. شوف نوري لكم يا جماعه الخير. شتو السيكي تاعكم رشاد معروف عليه؟ هذا باش تعرفوا. شوف نعطي لكم يا الخوه هذه الكرامه، هذه منظمه الكرامه. شوفوا اه عبد ربو منصور اه. ويشيد اتحاد الرشاد اليمني بالموقف الداعم الحازم للمملكة العربية السعودية تجاه المشروع الفارسي ودراعه الطابي المتمثل بالمشروع الحوثي. شوف باش تعرفوا يعني الطائفية وكذا، وهذا تاعكم تاع الكرامة يا سي محمد. شوف مسيو سعدي شوف واش تقول له، قول له جاوب لك برك على هادو. قول له برك يجاوب لك على هادو. ما باش نعرفوا الو جورنال السفير يهضر عليكم على الكرامه. منظمه دوليه لحقوق الانسان درع قاتل لنشر الفوضى. انت هضرت في هذا الارتيكل، استاذ عيطوا لك في التليفون دوك نشوف.
شكون هما هادو؟ شكون هما الكرامة؟ كشفت صحيفة السفير اللبنانية عن علاقة عضو وناشط في منظمة الكرامة الدولية لحقوق الإنسان الممولة من مشيخة قطر بتأسيس أحدى أخطر التنظيمات الإرهابية المتطرفة في سوريا. ورغم نفي المنظمة وجود علاقة عضوية مع الناشط المذكور، إلا أنها لم تنكر كونه أحد النشطاء فيما سمته شبكة المتطوعين لديها. عاقل إحنا يا ماشي معنا هذا متطوع كما قلت على رضا بودرع. نهار قالوا له أرجي 360 تاع راشات، قلت له لا ماشي معنا، من بعد جبت لكم ليفراف بلي معاكم. إيوا ينكروا، ينكروا هكذا ينكروا، باسكو يقول لك ما عندناش ليفراف. كاين ليفراف، غير ما تخافش، غير ما تخافش، تحوس تصيب. وقالت الصحيفة في مقال الكاتب عبد الله سليمان على نشاطه اليوم بعنوان الكرامة الدولية دير قاطر نشر الفوضى، أن مقتل المعتقل السابق في سجن غوانتانامو المغربي الجنسية إبراهيم بن شقرون الملقب بأبي أحمد المغربي مؤسس ما يسمى حركة شمل الإسلام في ريف اللاذقية في أواخر العام 2013، ولتضم السلاحين أغلبيتهم من الجنسيتين المغربية والليبية في معارك قسم الأخيرة أدى إلى الانكشاف العلاقة بين منظمة الكرامة الدولية وبين ما يسمى حركة شمل الإسلام. العلاقة اللي عندكم مع شمل الإسلام. بعد أن قال أبو حمزة الكويتي من بيان له أنه كان ثاني مسؤول في الحركة بعد متزعمها أبي أحمد المغربي، وإنه كان مسؤولا عن تمويلها الخارجي. هذا الكويتي أبو حمزة الكويتي كان دوزيام مسؤول في هذا شمل الإسلام، حركة شمل الإسلام تاع المغاربة والليبيين، دوزيام أمير تاعهم. كي مات هذاك وكتب، كي كتب هذا صابوه باللي يخدم مع الكرامة. الكرامة نكرو، قالك لا لا حنايا هذا يا شغل بينيفور برك، هو جيم غوانتانامو يا محاينك. السعودية بعث لكم الحبس، تلقوا لسوريا بعثوا لسوريا، تلقوا كاع الحبس بعثوا لسوريا. الأمريكان والروسية والسعودية وقطر بعثوهم كاع ليبيا لسوريا باش يقتلوا تماتك، تبعهم ليه. وذكرت الصحيفة أنه بعد إطلاق صلاح ناصر بن نايف الهاجري الكويتي هذايا الجنسية، وهو معتقل سابق في السجون السعودية أواخر العام 2010 والذي تولت الدفاع عنه آنذاك منظمة الكرامة، ارتبط المذكور مع المنظمة وأصبح أحد أعضائها كما يعرف عن نفسه حاليا على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأمر الذي يجعلنا أمام حادثة فريدة من نوعها، وهي مساهمة أحد أعضاء منظمة حقوقية تعمل باسم حقوق الإنسان في تأسيس حركة تستلهم فكر تنظيم القاعدة وأسلوبه، وتنتمي أغلبية الإرهابيين فيها إلى متدرجي سجن غوانتانامو والذي يعتبر نزلائه الأخطر عالميا. كيفاش منظمة حقوق الإنسان كرامة يخدم عندها معها واحد إرهابي من غوانتانامو، كونه فريق إرهابي عسكر إرهابي مغربي ليبي واسمه حركة شمل الإسلام، داروا مساكر في اللاذقية. قلت تسمعوا على فراش، قلت لهم دراري نسا ما تفهموا والو. وأوضحت الصحيفة أن بعد الأمر يقتصر على قيام المنظمة بدعم وتمويل بعض الحركات المتطرفة بالمال والمعلومات، كما أوضح سابقا قرار وزارة الخزانة الأمريكية بأنها قدمت 600,000 دولار إلى المدعو أبي خالد السوري الذي كان أحد أبرز متزعمي ما يسمى حركة حرار الشام قبل مقتله في شباط الماضي. هذا أبو مصعب السوري اللي كان في الدار تابع الجزائر وكان في لندن مع الأنصار، حكيت لكم عليه ورد لكم عليه ونهضروا عليه كامل، هو يشهد على الجزائر هنا هكذا، كان مع الجيه كان يعاون فيهم بجريده الانصار، هو المنظر تاع الجهاد العالمي، بعثوا له الكرامه 600,000 دولار. نعيمي هذاك، تبعوا يا خو هذو لي زاميريكان اللي داروا لهم 600,000 دولار الى المدعو ابي سوري شباط الماضي، بل تعدى ذلك الى الضلوع مباشره في تاسيس هذه الحركات واستلام مراكز قيادية داخلها والمشاركة في القتال كما فعل أبو حمزة الكويتي طوال 9 أشهر تقريبا قبل انسحابه من حركة شمل الإسلام ودعوة رفاقه فيها إلى أن يعتزلوها ويخرجوا منها. وبينت الصحيفة أن المعطيات تشير إلى أن
انسحاب الهاجري أو الكويتي جاء بسبب ميوله باتجاه تنظيم ما يسمى دولة العراق والشام، ورفضه الانحياز قيادة الحركة الجديدة المتمثلة بمتزعمها أبو محمد البيضاوي وما يسمى مفتيها العام السعودي سلمان العرجاني، نحو تأييد موقف ما يسمى جبهة النصرة ودعمها. فقهيا وعسكريا مشير إلى أنه من عبر المستغرب أن نسمع في وقت لا حق خبر مبايعة الهاجري لمتزعم تنظيم داعش الإرهابي أبي بكر البغدادي، هذا ومن بعد الهاجري بايع البغدادي، باسكو هذه هشام الإسلام في صارت الجرة بين داعش والجولاني، بين بغدادي والجولاني النصرة والآخر هما خداو الحياة، قال حنا مع هادو لا مع هادو، كيما شاف تاعهم هذاك البيضاوي المغربي هذاك نقسمو، كاين اللي قال حنا مع النصرة كاين اللي راهو مع داعش، تبعوا مليح. كما منحت المنظمة جائزتها استغفر الله ربي كويتي جاء بسبب ميوله باتجاه نشوف نجبدو وين سنا كاين وين يهضر معاه في التليفون لك ماشي هاد الارتيكل هدايا شوف وين خفنا Attendez une seconde. L'article. اسمحوا لي برك بس عندي نوت ارتيك من دموندا و مرد هنا تليفون اولو شم شوف اسنو تشوفو هادي سي امبورطون باسكو لازم تجاوبنا عليها تقولنا اسكو تيليفوني ولك صح وهضرت معهم وقلت لهم هكذايا مازال مازال نجيب لك الشواهد شوف عمر النعيمي دوك نسيبوها قطرية دونية راحت ليا القهوة راح لي هداك الارضي بصح نجيبولكم غير ما تخافوش هاب Thank you.
ايوه ها هو الارتيكل، هذا هو الارتيكل، تبعوا مليح. شو واش يقول لك هنايا؟ في السجون السعوديه لمده عامين وكذا، واتصلت سفير بمنظمه الكرامه هاتفيا بهدف تاكد من علاقه الهاجر بها، فطلب المجيب بعد سماع الاسئله ان ترسل على البريد عبر البريد الالكتروني للمنظمه ليوصل الى الاجابه عنها اصولا من قبل المخولين بذلك، وهو ما حدث بالفعل. لكن الجواب الذي وصل باسم مراد هنا المدير التنفيذي لمنظمه الكرامه واحد مؤسسيها كان ملتبسا وغير واضح لجهات توصيف العلاقه بين المنظمه والهاجري، حيث ورد في الجواب انه لا يعدو ذكر الهاجري انه عضو في منظمه الكرامه الا مجازا، فاسمه ليس وارد في هياكل المنظمه وليس له علاقه عضويه بها، لكن كلما في الامر ان العديد ممن تدافع عنهم الكرامه يبدون رغبتهم في دعم المنظمه في طريق التطوع او المشاركه مع شبكه المتطوعين الذين يساندون عمل الحقوقي. شوف قال لك نو نو حنا شغل عندنا علاقه معهم، شغل كي نعاميو عليهم تحامي على واحد جنب غوانتانامو انت حميو غير صحاب غوانتانامو ودقيهم اللي خرجوا من الحبس. وأشار هنا في جولة إلى أن علاقة المنظمة بمن يدافع عنهم كعلاقة المحامي بموكله، وبالتالي لا علاقة للكرامة ببعض التصرفات التي تصدر عن هؤلاء بحسب قوله. ورد على اتهام بعض الدول مثل الإمارات ومصر والسعودية والولايات المتحدة لمنظمة بدعم الإرهاب وتمويلها، أجاب هنا أنني على علم بهذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، ومردها لحملات تقودها دول سجلها سيء في مجال حقوق الإنسان، متحديا تقديم أي دليل دول هذه التفاهم. ورغم هذا الجواب فإن العديد من المعطيات تؤكد بشكل لا ريب فيه أن لدى منظمة الكرامة وجهة نظر خاصة بشأن القتال في سوريا، تتيح لها على الأقل أن تدافع عمن يشاركون في بعض النظر بغض النظر عن الجرائم التي ارتكبوها بأيديهم أو الأفكار المتطرفة التي يحملونها في رؤوسهم، حيث سبق على سبيل المثال كرامة أن طلبت بالإفراج عن الجهاد الإماراتي حسن الدقي رغم ثبوت مشاركته في القتال في سوريا ومساهمته في تجنيد بعض الجهاديين وإرسالهم إليها عبر قنوات خاصة به. شتو؟ هادو ماشي جزائريين، ماشي سعيد سعدي، ماشي ديارات، ماشي أوكي؟ سافير سيدي باني عيطوا لك، عطاوك دروات ريبونس. سما عاملوك باسكو تكذب، علاش؟ باسكو انت في الجزائر، قلت لي جورناليست قلت لهم كي زون فون مارتي. تسمى عندك هذه الخصله ديالك موجوده هنايا. تسمى انت الناس اللي تقتل تحامي عليهم. وتقول جو سوي بور لا فيونس اون الجيري، قلتها في الانترفيو تاعك. دونك حنا نعرفوك كي يهضروا عليك هادو هكذا على بالنا بلي واش كاين. اوكي؟ كذلك منحت الكرامه جائزه العام الماضي للصحفي الياباني عبد الله حيدر الشايع. بعد الإفراج عنه عقب 3 سنوات من الاعتقال، ومن المعروف حاليا أن الشايع من أبرز الإعلاميين المؤيدين لتنظيم الدولة الإسلامية المصنف على أنه إرهابي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2170، ويصف الشايع المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية بأنه ربيع الخلافة. أعطيت له لبري كرامة. هاو لك فوز الصحفي عبد الإله حيدر بجائزة منظمة كرامة لهذا العام. أعلنت منظمة الكرامة عن منحها جائزة المنظمة لهذا العام للصحفي اليمني عبد الإله حيدر الذي أفرجت عنه السلطات في يوليو الماضي بعد 3 أعوام من الاعتقال. وقال بلاغ صحفي لمنظمة الكرامة أن حفل تكريم حيدر سيقام بمدينة جنيف في ديسمبر المقبل، كما أن هذا الاحتفال يأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذا مدعم من داعش دوك نقول لكم السيد ديالو. يا دينا تجي تقول نو يوسف نو سيدي غينيال، هذا هو هذاك الكويتي اللي كانوا اللي يخدم معهم الهاجري هذايا. شوف يا سيمورا، شوف واش نجيب لك. هاو
الصحافي هذاك حيدر الصحي. ها شوف واش يكتب يا الخاوة. الدولة الإسلامية كتبها السيد قطب، درسها عبد الله عزام، علمها إسامة بن لادن، نقلها إلى الواقع الزرقاوي، ونفذها البغداديون أبو عمر وأبو بكر. الشيخ إسامة لم يستثمر ويستعمر في القيام الدولة الإسلامية، لكنه رضي بها وباركها، والظواهر لم يستشر أو يستعمر، لكنه هنوريكم بكر باش تعرفوا. بس نقرأ معايا شوية. ها يا سيدي شوف، هذا عطيتو لوت على دروا دولوم هكذايا. شوف، يستعمر لكنه لم يرضى بها وحرض عليها. 8 فيست فقد العالم رجل اسمه احمد الخليليه وكنيته ابو مصعب الزرقاوي، لم يكمل 40 من عمره، اسس دوله اسلاميه تمتد من العراق الى الشام. فزع امبراطوريه الدجال ناطو ايران من فتوحات الدوله الاسلاميه في العراق والشام. شوف داعشي في الدمية. شوف، سجل التاريخ اليوم أن القاعدة وقفت ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام، وإن أمبراطورية الدجال لوني ناطو والإيران وقفت ذات الموقف. موقف القاعدة اليوم من دولة الخلافة الإسلامية وفتوحاتها يشبه موقف الإسلاميين المعتدلين كالإخوان من هزيمة أمريكا في 11 سبتمبر. حرض المقدسي على دولة الخلافة الإسلامية وطلب جنودها بتركها ومبيعة القاعدة، فتسارعت كتائب من القاعدة وفصائل. شوف نوريلك. حكى أبو مصعب السوري في شهادته على الجهاد في الجزائر أن مفتي الاقتتال بين الفصائل هنا كان أبو قتادة الفلسطيني، وتأول قتل السعيد وصاحبه رجال. شوف نوريلك كاع وشنو هذا الإنسان اللي عطيته له. أنتم فولو أفي دوني لو عطيت له لو اسمو البري كرامه يا صاحبي، عطيت له البري كرامه. اسكو فو روندي كونت يا خاوه؟ اسكو فو روندي كونت؟ باش تعرف هو. شوف واش يكتب. شوف لو برينتون دو كاليفا. شوف هاك، شوف كيف يتم التلاعب عن طريق الخداع للتحريض وزرع العداوه وتشويه السمعه. شوف تسمى لي يهضروا على داعش ما يحبش هو. حقائق عن تغريدات عن الدولة الإسلامية وتغير القاعدة بلف متجدد يتم تحديده بين الحين والآخر، تحديثه بين الحين والآخر. هذا يا الخاوة طولوا ببري كرامات على دروا دو روم. يا عجبا يا ربي، اسمعوا مليح. هذا طولوا ببري كرامات على دروا دو روم يا سي مراد دينا. اسكو انت بديت هروم انت ديرو تليكزيكوتي في جنيف ولا عطاوك لي زورد القطريين؟ تيوا شنو نزيد نوريلك؟ ما خاطيك الاسلاميزم نتاع؟ لا لا، انت مسلم ماشي اسلاميست. انت مسلم، مسلم انت ماشي اسلاميست. دوك نجيب لكم لا سويس لو كاطو منظمة رشاد نتوما يا اخي هكذايا. شوف منظمة رشاد منظمة رشاد شوفوا ال طقم منظمة رشاد هكذا. هذا سي الكرامة، وانا نقول طقم الكرامة، طقم تاع الكرامة. شكون هو؟ روحوا تشوفوا تسيبوا، ما كان عندنا نوريكم. الو مجلس الأمانة عباس عروة حسن كركادي ألجيريان كيف كيف دونتيست هذايا تاع الفيس هكذايا. اللجنة الاستشارية مراد هنا مها عزام. شكون هادي مها عزام؟ معاهم في الكرامة مع رشاد تسمى مراد هنا عروة كركادي مزلي هكذايا زيطوط هادوما الكرامة، هادوما رشاد هادوما الكرامة. مها عزام شوفوا شكون مها عزام. يقول لك هو، يقول لك انتم خاطيكم لي زاميريكان و نو نو. شوف نوريكم التصويره تاعها مها عزام. دابور شوف واش يقول لك مها عزام، اخطر اخوانيه في بريطانيا.
نوريكم باش تعرفوا. تعود ما عز من أكثر الوجوه الإخوانية الخطيرة والبارزة في بريطانيا وأوروبا، خاصة أنها تحمل الجنسية البريطانية وتقدم محاضرات في جامعة كامبريدج، بالإضافة إلى أنها تعمل كمحلل سياسي وخبيرة في شؤون الشرق الأوسط بالمعهد الملكي تشاتام هاوس. وتمتلك عزام علاقة قوية داخل دوائر صناعة القرار في بريطانيا، وبسبب ذلك تم اختيارها كعضو فيما يعرف بالمجلس الشعبي المصري، المجلس الثوري المصري، الذي أنشأ عدد من القيادات الإخوانية الهاربة للخارج بعد سقوط الجماعة في 2013. هذه تحب باش يعاودوا لي فريق نزيل مول الحكم مع مرسي، تخدم معاهم الكرامة. شوفوا نوري لكم. هاي لك، نقول لك نو ماشي قاطر، احنا خاطينا شوف. باش تعرفوا برك، نقول لك احنا خاطينا ماهاش داخلين. ساهمت بها عزام في تأسيس كيانات تبدو في ظاهرها منظمة تدافع عن حقوق الإنسان في بريطانيا وأمريكا وسويسرا، لكنها في حقيقة الأمر تدعم الإخوان الإرهابية في الغرب، ومنها على سبيل المثال منظمة مصريين من أجل الديمقراطية، والتحالف المصري للحقوق والحريات، والوفد المصري للدبلوماسية الشعبية. وأرسلت نيابة روما طلبا رسميا للسلطات البريطانية الشهر الماضي لتمكينها من استجواب مشرف الطالب الإيطالي المقتول جوليو ريجيني بجامعة كامبريدج البروفيسور مها عبد الرحمن، وفقا لما نقلته وكالة أنسا الرسمية في صحيفة الريبوبليكا اليوم الخامس. يدومون ديوها للإيطاليان باش يديروها تحقيق على أمرت عن إيطاليا كان يقرأ عندها ماتي مصر المقتول. دوك هاد لافير الله يعلم وشنو، مي هاد المرأة هادي راني بانيت هكذايا. يقول لك اليمن، يقول لك حنا خاطينا لي زاميريكان. نو نو، حنا خاطينا كاع لي زاميريكان. يقول لك ليجيبت انديني بار لو سوتيان امريكان او فرير مسلمون à la suite d'informations selon lesquelles les membres du Conseil révolutionnaire égyptien, un organe composé de terroristes, de frères musulmans et de leurs partisans, ont été bien accueillis au département d'État américain, le gouvernement égyptien et les médias sont profondément en colère contre l'administration Obama. D'ailleurs, de la page Facebook de Walid Sharabi, actuellement au Congrès américain, de gauche à droite. Nous revenons le comme. Amlik. هاي لك مع عزام مع قلت لي فرع مسلم ها في الكونغري امريكا بالدار تاع امريكا وتقعد معاكم في الكرامه تيجي معاكم وتقول لي حنا لا لا حنا كونتر الامريكان وكونتر السعوديه كونتر الامارات وخاطنا لي فرع مسلم ما ماناش كاع اسلاميست ما عندنا حتى علاقه مع الاسلاميست. سبحان الله وبحمده ما عندنا حتى علاقه مع القطر وما عندنا حتى علاقه مع والو والو، خاطيكم نتوما كاع. بصح تقول لي واحد لي يقول لك لي جورناليست معليش تقتلوهم ويعاود يولي روحو هكذا، يعرف بلي ما يحشمش ما يحشمش. يقول لك زيتوط العسكر تاعنا راح يضرب على لي زاميريكا، ما تمسخرش يا مو. شوف نعطيكم لا سوري سور لو كادو هادي باش نكملو. تقول لي ما عندكمش علاقه مع الامريكان، ريح ترونكيل ريح طرونكيل. نتوما اللي الماسونير تاعهم من افغانستان ورواح ليبيا افغانستان سوريا، هما يسبحوكم يسبحو صحابكم الدقي وكذا كامل هما. واش راك تهدر؟ شوف هادي لا سوري سور لو كاطو. اوكي هادا ستان دوكيمون شباب. اوكي تبعوا مليحة، هادي لافان. هاني معاكم في الكرامة يا أخي نو، مواطنة ومهندسة وكذا. تبعوا مليحة، شوفوا هذا في لا بي بي سي. أوكي باش تكونوا في علمكم. ألور أفير أون كور ناناليز ريبونسي لو موان أوريون. Transcription d'un enregistrement d'un enregistré documentaire présenté Mahazam Haïlik Rasmond Jones Ines Bowen. Ok Mahazam Haïlik BBC. Je connais pas le faire. Participé par ordre d'apparition Alexandre Peterson Henry Jackson Society. Hadi un bandil comme elle est là. La Henry Jackson Society a du talent.
هكذايا الجوجه هذه راجلها لي ديريكتور تاع لا اونري جاكسون سوسيتي مرتو الجوجه هي اللي كانت كونداني في اسونج. تبعوا مليحه هذيك في لا فيديو تاع اسونج نوريكم شكون هي. هذه خالد فهمي بروفيسور ديستوار يونيفرسيتي امريكان دو كير، اليوت ابرامز كونسي دو ريلاسيون اترانجير واشنطن، كارل جرينش جيشمان شكون هذاك بريزيدون ناسيونال اندومنت فور ديموكراسي واشنطن لاولاويت. شوفوا معايا ما يتقع تاعكم تاع الكرامه، شوف لا ناد شوفوا عندك علاقه معها، عندها علاقه معهم، عندك علاقه معهم، تحب ولا تكره. اوكي شادي حميد بوكينغ ستريت قطر، قطر شاشناق جوشي هذا وقيل قبيلي شيخ غواير يونايتد سيرفيس فور ايتو ديفونس لوندر من ابو لا جوناثان سباير خويا العزيز سباير شيخ برينسيبال جلوبال ريشيرش انترناسيونال سنتر دي زافير اسرائيل. وانتم تضلوا تقولوا الجيش تاعنا وراح يخدم على الامريكان ويطبعوا مع ليه ويطبعوا مع كذا وباتاتي وباتاتا. عندكم برك واش يقول هذاك جيرشمان تاع لاند، تقولوا معاش ما تعاونوناش حنا باش نطيحوا لي بوفوار. يقول لها نو زافون ايفيدامون، شوف باش تشوفوا كاع الكتيبه نحبسوها وقراوها. Nous avons évidemment développé un moyen très significatif programme est en cours des dernières années. En particulier au cours des 10 dernières années, notre travail est de l'ordre de 20 à 25 millions de dollars par an, qui est probablement divisé également entre les fonds qui vont à 4 instituts. Et puis en plus de cela, nous accordons des subventions directes et des non, et des organisations non gouvernementales, les ONG. Alors des centaines et des centaines d'entre elles, certains 45 rien qu'en Égypte. L'Égypte a été un pays prioritaire pour la NED depuis un certain temps. Dans le cas des ONG, beaucoup d'entre elles sont impliquées dans les médias, les nouveaux médias, Internet, etc. Droits humains, la défense, l'autonomisation des femmes, éducation civique, ce sont quelques-uns des principaux domaines dans lesquels vous savez que les ONG seraient actives, qui sont sorties dans la rue le 25 janvier. Voilà le genre de personnes, le genre de groupe que nous aidons. Je veux dire, ce ne sont que des militants et nous soutenons ces activistes partout dans le monde. Tu vois? علاش يطلعوا يحاميوا على مصار ومرسي والدنيا؟ باسكو قيدهم كاع اللي مقيود ما يقيد، قيدوك القطريين، قيدوك اليمنيين، مصرية معاكم. انت حاب تجيني تحكم الجزائر نتايا وتعطونا دي سوليسيون للجزائر؟ امبوسيبل. واش بيه هضره معاكم مضيعة وقت كيما كتقول نتايا. كافيات مسخروا بكم، تقعدوا كنت جاي من الغوات تروح في لندن سويسرا ام اي تي الدوغ شغل تبربش فهمت، يخدموا بك كيما يحبوا. وجاي انت تجيب لنا لي ريفوليسيون تاعهم والعناد والماريكان والحميقاني والنعيمي هكذا تجيبهم لنا كاع والشحي هذاك تجيبهم لنا الجزائر. هذه لا سوليسيون تاعكم النسخة نتاعها. مسيو سعيد سعدي اجبد لهم كاع هاد الشيء، دير معاهم ديبور جبد لهم هاد الشيء، تشوف كيفاش يولوا يتهربوا، يهربوا ماشي يهضروا، يهربوا منك ما يزيدوش يدخلوا معك في هاد الديسكسيون، ينساوك كيما نساو بودرة. قال لك نديبوزي بلاد بالجورنال ما ديبوزي بهربوا تخباو ما جاش كاع هضروا عليه، اوب لا فيني جبد لنا كل صرافة. تيوا نبعث لك باش تجاوبو باش يريبونديو إلا كانوا تاع الصح، بصح ما يقدرش يريبونديو، سي دي بروف هذوما، سي دي جون لي بارتو على بالهم شنو هي الكرامة وشنو هو الإرهاب، تمويل الإرهاب، لاناد، الماريكان، وجيو يهضروا على الجيش تاع الجزائر، تهلاو في روحكم صغار عقابهم حتى الممات. السلام عليكم ورحمة الله.